سامعيني يا شباب؟ طيب يعطيكم العافية، سامعيني يا شباب؟ الله يعافيك دكتور، صوتك واضح. الصوت واضح يعني. مي مي اوكي ماشي. خليني بس أشير لكم الباسورد 3 ترينات. اوكي، هاي صفحة المادة. ضروري يسجل حضور وغياب، اوكي؟ الجميع يسجل حضور وغياب، أنا دائما بنزل قبل المحاضرة، يعني الصبح بنزل فيديو قصير، شو بدنا نحكي في خلال المحاضرة، هي مسجل هذا الفيديو القصير. بعديها بننزل المحاضرة اللي هي شو بدنا نحكي جوا المحاضرة، اوكي يا شباب؟ على الجميع تسجيل الحضور والغياب، بتروح على منصة اللي هو الاتندنس. بس من هون وبتضيف حالك، كلمة السر 222. اوكي خلينا نكمل. واضحة الصورة قدامكم السلايدات؟ طيب احنا المرة اللي ايه فاتت واضح دكتور. وصلنا لعند الكاش، بس سألوني بعض الطلاب عن مصطلحات، بدي أركز شغلة معينة. الشابتر الأول هو في كم هائل من الكيورد المهمات، سألوني بعض الإخوان عن الكونكرنتلي، سألوني عنه، فبدي ارجع على السلايد اللي بتتكلم عن الكمبيوتر سيستم اللي هي سلايد رقم 11. اوكي ماشي. الكونكرنتلي، لا، في مجموعة من المصطلحات، شو المقصود بالكونكرنتلي؟ او لما باجي بقول انبوت اوت ديفايس اند ذا سي بي يو كان اكسكيوت كونكرنتلي، احنا بنعرف بالاصل انه الاوامر بتروح على السي بي يو مجموعة من الانستراكشن، مظبوط ولا لا؟ هلا هون يعتمد على السي بي يو، هل في عندي انواع، في شيء بنسميه، احنا بنعرف انه الاوامر كلها بتتعامل مع از سيكونشال. شو معنى سيكونشال؟ معناها بتيجي التعليم الاولى، الانستراكشن الاولى، بخلص منها بروح بنفذ الانستراكشن الثانيه والثالثه والرابعه، هذا بنسميه سيكونشال. اوكي العنوان واضح. هلا السيكونشال يحدث على نفس السي بي يو، احنا حكينا المره اللي فاتت انه ممكن يكون الجهاز في 1 سي بي يو، ممكن يكون في اكثر من سي بي يو. هلا اذا كان 1 سي بي يو والتعليمات تنفذ على السي بي يو ورا بعضها البعض، هذا بنسميه سيكوينشال. النوع الثاني بسموه بارل. شو معنى البارل؟ البارل معناه انه الانستراك بيجي بيكون في اكثر من سي بي يو، يعني سي بي يو نفس الجهاز بيكون في عليه اكثر من سي بي يو، سي بي يو 1، سي بي يو 2، سي بي يو 3. تعال في لاحظ انستراكشن بتروح تتنفذ على السي بي يو، بنفس الوقت في انستراكشن بتروح تتنفذ على السي بي يو الثاني والثالث، بسموه بارل. يعني مثلا اثنين السي بي يو بنفذوا انستراكشن، هذا بنفذ مجموعه من انستراكشن وهذا بنفذ مجموعه من انستراكشن بنفس الوقت. طب شو معنى الكونكرنتلي؟ كونكرنتلي مقصود فيه هو لما بيكون 1 سي بي يو لكن بنفذ اكثر من تعليمه بنفس الوقت. هذا بيعتمد على شيء بنسميه اللي شيء حكينا عنه اللي هو التايم شيرنج. يعني نفترض انك عندك التعليمه الاولى موجوده على السي بي يو، في بعديها تعليمه، بين التعليمتين قبل ما تنتهي التعليمه الاولى بنفذ مثلا بروسيس 3. عندك بروسيس 1، نفترض انه عندنا بروسيس 1 وبروسيس 2 بتنفذ على نفس السي بي يو، اثناء هو شغال في بروسيس 1 بنفذ بروسيس 3. واضح؟ هذا بسموه كونكرنتلي، ولكن بيكون على نفس السي بي يو، ما بيكون اكثر من سي بي يو. وضحت الصوره يا شباب؟ هاي النقطه حبيت امنشن اليها مفهوم الكونكرنت اللي هي امامك. كمان سالني البعض شو البفر؟ يا اخوان احنا عندنا سي بي يو وعندنا ميموري وعندنا هارد ديسك، مضبوط ولا لا؟ هلا اسرع شيء السي بي يو سرعته بالجيجا هيرز، الميموري سرعته اقل، زي ما شفنا في قلنا حجمه اقل، حجم الميموري اكبر شوي، السعه التخزينيه لا، ولكن سرعتها اقل. الهارد ديسك سرعته ابطا ولكن حجمه اكبر. هلا لاحظ الميموري لما بتعامل مع الهارد ديسك من خلال البفر، لانه سرعه الهارد ديسك بطيء جدا والميموري سرعته اعلى من الهارد ديسك، ففي شيء بينهم بيسموه البفر. نفس الكلام اللي هو موجود ما بين المين ميموري والسي بي يو، سي بي يو سريع جدا،
اما المين ميموري سرعته اقل من السي بي يو، فبالتالي في حلقه الوصل بينهم اللي هو الكاش، فالسي بي يو بيتعامل مع الميموري من خلال الكاش. نفس الشيء الميموري بتتعامل مع الهارد ديسك من خلال مين؟ شيء بنسميه البفر. واضح هاي الامور يا شباب؟ السبب لانه الميموري سرعته اسرع من الهارد ديسك، فبالتالي فبده يكون عشان ما يصير نوع من اللي بسموه البطء في الجهاز، فلكن بدك وسيله تكون اسرع من الهارد ديسك. الهارد ديسك بيعطي البفر، البفر بيعطي المين ميموري. نفس الشيء السي بي يو ما بتعامل مع الميموري مباشره، بتعامل معها من خلال شيء بنسميه الكاش. الكاش سرعته اسرع كسعه تخزينيه، السعه التخزينيه اقل، ولكن هو اسرع من المين ميموري. اوكي، هذه من المصطلحات اللي تكلمنا عنها المره اللي فاتت. كمان مصطلح حكينا عنه اللي انت هلا كل اي وحده ادخال واخراج نتعامل معها من خلال البفر كنترول اللي خاص فيها. وحكينا كمان المره اللي فاتت على شيء اسمه الانتربت. الانتربت انت مثلا السي بي يو بيكون شغال بشغله معينه، صار انتربت، انتربت جاي قطع، شو معناه؟ اجى بروسيس ثانيه او عمليه ثانيه بوقف العمليه اللي هو شغال فيها وبروح بيكمل عمليه، بيسوي العمليه الجديده، بس يخلص منها بيرجع للعمليه، هذا بصير انتربت. والانتربت زي ما انتم بتعرفوا ممكن انه يكون هاردوير او يكون ايش؟ سوفت وير، حنتكلم عنه ان شاء الله بالتفصيل. اوكي يا شباب، وحكينا انه الانتربت فيكتور، وحكينا كمان كيف الهاندلنج مع الانتربت اما من خلال البولينج او الفيكتور. البولينج لاحظ اي العمليات الانتربت بحطها ضمن مجموعه في الفيكتور وبصير ينفذ واحده منهم ورا الثانيه، في حين ان البولينج بيعتمد على التايم، وهذا حكينا عنه وحنرجع له بالتفصيل في ليتر. هاي لاحظ المثال اللي ورجيناكم اياه المره اللي فاتت، السي بي يو شغال صار انتربت، لاحظ بعت له احد الانبوت ديفايس، بعت ترانسفير داتا. لاحظ هون شو بصير؟ هلا بكون مع هو شغال في انستراكشن معين، تعليمه معينه، هلا بوقف بروح بياخذ الترانسفير اللي صار عنده وبعدين بيرجع بيكمل التعليم، هذا بسموه انتربت. ممكن كمان مره ثانيه صار، ممكن يكون اكثر من انتربت موجود عندنا. اوكي، هذا تكلمنا عنه في المحاضره السابقه، وتكلمنا عن الستورج ستراكشر. لاحظ الرسمه هاي اللي بتهمني، هذا اللي حكيت عليه قبل شوي، انه لاحظ المين ميموري الريجسترات الموجوده في السي بي يو بتعامل مع المين ميموري من خلال الكاش. المين ميموري بتتعامل مع، لاحظ، من الكترونيك ديسك من خلال شيء بنسميه ايش؟ اللي هو البفر. اوكي، هذا تكلمنا عنه في المحاضره السابقه، بس حبيت امنشن اليه لانه في بعض الطلاب سالوني عنه او كيف عمليه. يا شباب برجع وبكرر، كل مصطلح موجود هذا الشابتر بالذات يحتوي على كيوردات، كلمات كثيره جدا، فبالتالي لابد انك ايش؟ تكون واضحه الامور عندك. هلا اليوم نتكلم عن الكمبيوتر سيستم اركتكشر. كمبيوتر سيستم هون اخر شيء حكينا، او عفوا وصلنا هون قبل ايش عندي الكاشينج، وحكينا انه الكاش هو عباره عن مصطلح مهم جدا. هذا الكاش عباره، لاحظ زي مكتوب، فاستر ستورج كاش تشيك فيرست وترمينيتد اف انفورميشن از ذير. اوكي، هلا التعامل ما بين الكاش و المين ما بين، عفوا، السي بي يو والمين ميموري بيتم من خلال الكاش. الكاش كحجم بيجي حجم اقل، ولكن كسرعه سرعتها اعلى، فبالتالي كل ما كان الكاش عندك، لاحظ، على الجهاز اعلى، كل ما كان جهازك افضل. فبالتالي الكاش سمولر ذان ستورج بين، هلا حجم البيانات، لاحظ كحجم، حجم المين ميموري اكبر من الكاش، فبالتالي البيانات بتترحل من الميموري باتجاه الكاش، والكاش بيرحلها ولا بيعطيها للريجستر اللي هي موجوده جوا السي بي يو. اوكي يا شباب، طيب اليوم بدنا نتكلم عن الكمبيوتر سيستم اركتكشر. وملاحظه ثانيه، حيكون هنالك اعتبارا من الاسبوع القادم وظائف، يعني على الموضوع اللي بشرح فيه بنزل وظيفه، الوظيفه بتاخذها يوم الاربعاء، بتنزل لك كل يوم اربعاء تسلم ليوم الاثنين الذي يليه. بدنا نتكلم اليوم عن الكمبيوتر سيستم اركتكشر. ذا موست سيستم يوز، بتعرف انه ممكن يكون سنجل
جنرال بربوز بروسر، او يكون شيء بنسميه مالتي بروسر، يعني بيكون اما وان يوزر وان سي بي يو موجود عندي بروسر هو اللي شغال عليه، او ممكن ان يكون مالتي بروسر سيستم. اوكي، لما بنتكلم عن وان ذا موست سيستم هاف سبيشال بيربوز بزنس ويل، في عندي هذا بالنسبه للسنجل. اوكي، في عندي مالتي بروسر، مالتي بروسر او هون بسموه البارل سيستم، او بسموه التايت كيوبليد سيستم. اوكي، لما بيكون في عندي مالتي بروسر، معنى مالتي بروسر يعني بيكون نفسه في عندي اكثر من ايش سي بي يو. هلا هون بدك تميز ما بين مصطلحين قبل ما ادخل في التفاصيل، بسموه سيمتريك مالتي بروسينج او سيمتريك مالتي بروسينج، سيمتريك او سيمتريك مالتي بروسينج. شو الفرق بينهم؟ او كمان ممكن تسميهم من خلال مصطلح بسموه هوموجينيوس او هيتروجينيوس، كمان في مصطلح اخر. هلا الاسيمتريك مالتي بروسر او بسموه الهيتروجينيوس، بيكون في عندك اكثر من سي بي يو بروسر يعني، ولكن ايش كل واحد له شغل معين او عمل معين. مثال عليه الاسيمتريك مثل الموبايل مثلا، في عندك مثلا خلينا نفترض مثلا 4 CPU بروسر، كل واحد بروسر مختلف عن الاخر او عمل مختلف. اما في سيمتريك مالتي بروسنج، مثال عليه الكورد تيو مثلا، بيكون اكثر من بروسر ولكن كلهم نفس الشيء. اوكي، هلا حنشوف بالتفصيل اكثر، بس نيجي للمصطلح اللي هو البارل سيستم او بسموه تايتلي كيوبليت سيستم، والنوع الثاني بسموه لوزلي كيوبليت سيستم. اوكي، ها التايتلي بكونوا ضمن نفس الجهاز الواحد، اما اللوزلي كيوبليت سيستم بيكون البروسيسور في اماكن مختلفه. البارلل سيستم لاحظ ادفانتج له، بيسوي عمليه الانكريز الايكونوميك فور سكيل انكريز اللي هو بنسميه الريابيليتي، و لاحظ في مصطلحين بدك تميز ما بينهم، واحد بنسميه الريابيليتي والافيلابيليتي. يعني الريابيليتي انه وهو الذي يعتمد عليه، يعني انه والله بيكون قادر على التعامل معه في اي وقت ممكن. اما الافيلابيليتي بيكون متاح ضمن وقت معين، في مصطلح ريابيليتي يعني يعتمد عليه في اي وقت بدي اياه. فبالتالي البارل سيستم يعني مثلا لما يكون عندك بارل سيستم يعني بيكون مالتي بروسر، لنفترض انه عندك 4 بروسر، صار فيلر على احد البروسر بضل النظام شغال، عشان هيك بسموه ريابيليتي انه يعتمد عليه. اوكي، لانه في عندي 3 بروسر اخر نستطيع ان نتعامل معهم. اما الافيلابيليتي بيكون انه متاح في وقت معين او في مكان او ضمن عمل معين. عشان هيك لاحظ تو تايب فيهم في المالتي بروسينج اللي هو الاسيمتريك والسيمتريك مالتي بروسينج. اذا بتعرف مثلا احيانا في انواع البروسر بيسموه الدول كور، او اذا سمعتوا فيه لما بتشتري الجهاز بقول بدي مثلا دول كور او كورت ديو. لاحظ الفرق بيجي هون، انه هل السي في الدول كور بيكون كل بروسر على شريحه مختلفه، اما الكورت ديو بيكون على نفس الشريحه ولكن بيكون عليها اكثر من سي بي يو. ده الفرق ما بين، حنيجي نتكلم عنهم بالتفصيل بس عشان تكون واضحه المعلومات عندك. إذن في الكمبيوتر سيستم اركيتكتشر زي ما حكينا في شيء اسمه مالتي بروسر. شوف الرسمه اللي بعديها هون اللي بتوضح لي كيف الآلية او العمل، بس خلينا نصغرها شوي.
خليني أصغر الحجم شوي، خليها تكون واضحة عندكم. أتوقع إنك بينت للجميع. علي، هل عندك السي بي يو، وهي الميموري، وهدول الديفايس اللي عندك، الانبوت ديفايس، الاوتبوت ديفايس. فلاحظ السي بي يو، لاحظ في بعض المصطلحات بنتكلم عنها كمان، ايش اسمه الثريدز، كاش حكينا عنه. الميموري في شيء اسمه الانستراكشن، التعليمه داتا. هون في شيء كمان اسمه الديفايس، الانبوت اوتبوت ديفايس المختلفه. في مصطلح اخذتوه في ماده تصميم وتنظيم الحاسوب ولا اللوجيك، اللي هو دي ام اي، دايركت ميموري اكسس. اوكي، هلا وحدات الادخال لما بتصير تعمل مع ميموري بيبعت انتربت لمين؟ سي بي يو. بيبعت انه والله بدي اسوي كذا، هذا بسميه انتربت، بيرد عليه السي بي يو. هلا احيانا السي بي يو بيعطي الديفايس انه اذا كان مثلا والله حجم انه مثلا هارد ديسك نفترض، بده يتعامل مع الميموري، فبيجي بخليه بيسوي شيء بسموه دايركت ميموري اكسس، سبب حتى يخفف من عمليات الانتربت اللي هي موجودة على السي بي يو. اوكي، حتى يقلل من عمليات الانتربت اللي هي بتتم على السي بي يو. طيب الميموري بيحتوي على الانستراكشن والداتا. هنتكلم انه في كمان نوعين، لما نتكلم كمان شوي في بعض انواع اللي هو موجود في سلايد. لاحظ هاي هون بتكلم عن سيماتريك مالتي بروسيسور اركيتكتشر، بيكون اكثر من سي بي يو لكن كلهم نفس الغرض. هذا مين؟ نفس الشيء، ريجستر كاش، ريجستر كاش، هذا بسموه سيماتريك. واضح؟ اللي هو السيماتريك اللي هو نفس بعض، يعني بيكون لاحظ البول بتعامل مع نفس الميموري بس بيكون اكثر من سي بي يو، بيكونوا باريل شغالات. اوكي، لاحظ هون كمان مصطلح اللي هو دول كور، في دول كور ديزاين، لاحظ بيكون اكثر من سي بي يو ولكن على نفس الشريحه. هناك لا، بيكون في الكورت ديو بيكون ايش؟ بيكون على ديو على نفس الشريحه، في الدول كور على شريحه، يعني هاي وحده وهي وحده، هاي الدول كور. اما الكورت ديو بيكونوا على نفس الشريحه، ومش حاط لك اياها، هنجيهم بالتفصيل نتكلم عنهم ليتر. هون السيماتريك انه بيكون اكثر من سي بي يو، لاحظ مالتي بروسيسور اركتكتشر، تعاملوا مع نفس الميموري، فبالتالي بيصير برا الانستراكشن بشكل مختلف. نرجع للشكل امامك هذا اللي هو بيتكلم عن الثريد اوف اكسكيوشن. شو معنى ثريد؟ هلا لاحظ بتتميز دائما بين مصطلح بروجرام، بروسيس، مصطلح انستراكشن، تعليمه، للثريدز. عشان اوضح لك الصوره اكثر، لاحظ البيانات هي بتكون، لاحظ تجيني من الديفايس، ممكن يكون مثلا هارد ديسك وريفر، راحت البيانات هون بيكون في الميموري مخزن مجموعه من الامور. بيكون في شيء بنسميه اللي هو، هلا انت لما بتشغل البرنامج، شغلت اعطيت تعليم وشغلت برنامج، هلا جزء من الاوبريتنج سيستم بيكون موجود في الميموري بسميه الكيرنل. اذا سمعت فيك حكينا عنه المحاضره السابقه، في شيء اسمه كيرنل القلب. هلا السي بي يو مش الاوبريتنج سيستم شغال، اي شيء بدك تشغله بتكون شغال بيكون في الميموري، والميموري بيعطيه لمين؟ بيبعته من خلال الكاش، بوصله لمين؟ للسي بي يو، للريجسترات اللي فيه. مظبوط ولا لا؟ هلا الداتا والانستراكشن موجودات وين؟ في الميموري، وهذا بنسميه احد انواع الاركتكشر، واخذتوه في ماده الاركتكشر بسموه الفونيوم اركتكشر، وفي نوع اخر بسموه نسيت اسمه، بس كمان في نوع اخر اللي هو بيكون الداتا مفصوله عن الانستراكشن. يعني لاحظهم في الميموري بيكون الانستراكشن والداتا مع بعض، فبيكون في اماكن مخصصه ادريسز مخصصه للانستراكشن، وفي اماكن مخصصه للداتا. في حين هارفرد اركيتكتشر اللي سموه جامعه هارفرد، اللي هو بيكون الانستراكشن حال
والداتا لحالها. الهدف منه كان عملية اللي هي تسريع العملية، واضح؟ أوكي، الهدف منه كان تسريع اللي هي العملية اللي أمامك. شو اللي بيصير؟ اللي بيصير إنه لما بدك تنفذ هالبرنامج بيكون جزء من في الميموري الأوبريتنج سيستم شغال، الكيرنل الموجود زائد الانستراكشن الموجود اللي بنعطيها والداتا. هلا لاحظ الانستراكشن بتنبعت والداتا موفمنت بتروح على الكاش. طب شو الثريدز؟ الثريدز لو جيت مثلا اعطيك مثال عشان تكونوا اوضح. هلا الانستراكشن بيكون مثلا اعطاه تعليم مثلا يضرب مصفوفه، نفترض انه عندي مصفوفه A ومصفوفه B، بدي اضرب مصفوفه A وB. انستراكشن اول شيء بياخذ اول عنصر من المصفوفه A بضربه مع اول عنصر في B. هاي الجزئيه بنسميها ثريدز. هلا ممكن يكون في جوا السي بي يو اكثر من ثريدز، يعني في الطاقة ما حيتنفذ البرنامج. هلا انت بتبعت البرنامج كامل، هلا البرنامج مش كله بروح بتنفذ هون، فبيكون عبارة عن مجموعة من الثريدز. اوكي، عملية التواصل ما بين السي بي يو والميموري من خلال الكاش. لا يسمى برنامج بروجرام، مثلا بروجرام لما بيكون في الميموري، لما بيكون بالهارد ديسك. البرنامج بيكون في مثلا برنامج مايكروسوفت مثلا اوفيس او وورد. هلا في الوورد مخزن على الهارد ديسك، لما تيجي تشغله بده يترحل لمين؟ الميموري. هلا لما بصير جوا الميموري بنسميه بروسيس. ايه، هاي البروسيس بتروح مين على وين؟ على السي بي يو. السي بي يو هلا كل جزء منها يسمى ثريدز. اوكي، فمجموعه اللي بيكون اللي بتنفذوا جوا السي بي يو اللي هم الثريد اوف اكسكيوشن. واضح يا شباب؟ شباب ها دكتور، نحن سامعين مصحصحين. لا مصحصحين مصحصحين لسه. طب الحمد لله انكم مصحصحين، انا مش شايف هدوء تام، يعني ما حدش بيسأل ولا شيء. هو لسه بالأول يعني نستوعب منيح ان شاء نركز. الله ماشي. فبالتالي بدك تميز بين هاي المصطلحات threats instruction بروسيس بروجرام دي ام اي انتربت. اوكي، واضح يا شباب؟ هذا حنتكلم عنه كمان ان شاء الله بالتفصيل عندنا كامل عن الانتربت وكيف نتعامل معه ان شاء الله خلال الفصل. زي ما حكينا في عندنا مصطلحين، في اسمه سيمتريك مالتي بروسيسنج اركتكتشر وفي اي سيمتريك مالتي بروسيس اركتكتشر. ومثال عليه اللي هو الدول كور والكورت ديو اللي بيعبر عن السيماتريك الاي سيماتريك والسيماتريك. اوكي، او احيانا بسموهم هيتروجينيوس وهوموجينيوس. اوكي، نيجي كمان مصطلح بنسميه الكلاستر سيستم. كلاستر سيستم لايك مالتي بروسيسور سيستم بات مالتيبل سيستم وركينج توجذر. يعني لما بيكون عندي انا مالتي بروسر، فبالتالي بجمع، بنسوي بنقسم ايش البروسر ضمن مجموعات جروب بنسميه كلاستر. اوكي، ف بيسموه نفس الشيء، بيعتمد على الاسيمتريك كلاسترينج والسيمتريك كلاسترينج. هاز وان ماشين، في الاسيمتريك هاز وان ماشين ان هوت ستاند باي مود، في حين اون مالتيبل نود رانينج ابلكيشن مونيتورينج ايتش اذر. اوكي، في كمان مصطلح بيسموه اتش بي سي هاي بيرفورمانس كومبيوتينج. اوكي، الهدف صم كلاسترينج ار فور هاي بيرفورمانس اللي هي كومبيوتينج عشان تحسن من الاداء. وهذا لان مجموعه من الكلاسترينج بيكونوا بيشتغلوا مع بعضهم البعض، بتعامل من مجموعه اخرى. هذا الكلاسترينج، وحنيجي كمان زي مثال هذا الكمبيوتر، هاي كمبيوتر، هذول كلهم ضمن مجموعه واحده لهم استورج اريا ونتورك، بيتعاملوا مع بعض بسموه كلاستر. هذول مجموعه وهكذا تقوم جمع عمليه اللي هي بنسميها كلاسترينج. في أي استفسار يا شباب؟ شباب أي أسئلة؟
نرجع هون بس لما بنتكلم احنا عن في السي بي في الميموري، على لما حكينا عن الكيرنل، في بدنا نميز ما بين مصطلحين، في بيسموه اليوزر مود بالنسبه للكيرنل، وفي الكيرنل مود. اوكي، في اليوزر مود اللي هي الاوامر اللي بناخذها من اليوزر، والكيرنل مود اللي هي الاوامر اللي بتكون للبروسيسنج اللي هي الاوبريتنج سيستم. بما اذا بتتذكروا حكينا عن شيء اسمه اللي هو السيستم كول، رجعنا هون لاحظ بالسلايدات السابقه حكينا واحنا بنتكلم عن في شيء سميناه سيستم كول. ايوه تذكروا سيستم كول ريكويست ذا اوبريتنج سيستم تو الاو يوزر ويت فور انبوت. يعني لاحظ في عندك بسموه السيستم كول، في السيستم بروسيس، هم بناء على اوامر او بسموه برنامج النظام اللي هي الاوامر اللي بناخذها وبنعمل على فيها من اليوزر. ايه ما تنسوش هاي يا اخوان، كل سلايد شايفينها خاصه اللي بحط لك اياهم باللون الازرق، هاي كلها عباره عن مفاهيم هاشينج. زي ما انتم شايفين كل مصطلح بهمك، بدك تفهم هاي المصطلحات لانه غزيره. الشابتر هذا بالذات هو غزير بكميه ايش؟ المصطلحات الموجوده عندنا. اوكي؟ غزير بكميات المصطلحات اللي موجوده عندنا. في اي استفسار يا شباب؟ اي استفسار؟ اوكي، زي ما حكينا زي ما حكينا تكلمنا عن الكمبيوتر سيستم اركتكتشر، تذكروا حكينا عنه كمان بالتفصيل. نيجي هلا نتكلم عن الاوبريتنج سيستم ستراكشر. احنا حكينا قبل شوي او ككمبيوتر اركتكتشر متكوناته، هم نتكلم عن الاوبريتنج سيستم اركتكتشر الستراكشر تبعته. في عندي مالتي بروجرامينج، بس كيف كنا نحكي عن مالتي بروسيسنج هاردوير، هون بنتكلم عن مالتي بروجرامينج. بنتكلم عن تايم شيرينج او بسموه مالتي تاسكينج. معاي؟ طيب شو معنى مالتي بروجرامينج؟ هذول كمان كلهم مفاهيم لازم تكون واضحه عندكم. سوابينج، سي بي يو سكاجولينج، بروسيس، اوكي، الفيرتشوال ميموري، هاي كلها مصطلحات. الريسبونس تايم، الجوب سكاجولينج، هاي كلها عندنا مصطلحات لازم تكون واضحه للجميع. هلا بالنسبه للمالتي بروجرامينج، يعني سنجل يوزر cannot keep CPU and input device busy at all time. Multi-programming organization job could be code أو data cannot CPU always has one to execute. يعني هل أنا بقدر أنفذ أكثر من برنامج بنفس الوقت؟ هلا لو رجعنا على أنواع الأوبريتنج سيستم القديمة مثلا الدوس، تعطيه أمر واحد بيخلص من الأمر بنفذ اللي بعديه. هلا أنت على الويندوز تقدر تعطيه أكثر، تشغل أكثر من برنامج بنفس الوقت، صح ولا لا؟ طب انت شغال على وان سي بي يو، اوكي، يعني انت عندك سنجل يوزر سنجل سي بي يو وشغلت له هذا، فبالتالي بده يسوي نوع من سموه ايش اللي هو الجوب سكادجولينج. شو الجوب سكادجولينج؟ يعني انت بتعطيه مجموعه من الاوامر، هلا بيسوي جاي سكادجول له، جاي كيف جاي دفتر، بيجي ينفذ الاول، ينفذ الثاني والثالث، هذا بسموه ايش؟ شو بسموه؟ سيكوينشال. فبالتالي ما بطل صار مالتي بروجرام، مش انا بدي انفذ اول شيء برنامج اول شيء يخلص منه ينفذ، لا، هو بيتعامل مع شيء بنسميه تايم شيرنج. شو التايم شيرنج؟ يعني بياخذ مجموعه من التاسك الموجوده على البرنامج الاول ومجموعه من التاسك البرنامج الثاني وبشغلهم الاثنين مع بعض. يعني خلينا نقول مثلا اجوا خمس اشخاص عليك كل واحد حامل معامله، اعتبر حالك انت سي بي يو وجي قدامك خمس اشخاص، اذا اخذت استقبلت الشخص الاول خلصت له معاملته بعدين استلمت الشخص الثاني، هذا بسموه ايش؟ سيكونشال. لو اجيت الشخص الاول اخذت من عنده ورقه والشخص الثاني اخذ ورقه والشخص الثالث اخذ ورقه وسويتهم بعدين رجعت للاول، هذا بسموه تايم شيرنج.
مالتي تاسكينج، يعني نفذت مجموعه من اول، يعني مش كل انت ما خلصت المهمه كامله الجوب الاول، اخذت جزء منه واخذت من جزء من الجوب الثاني والثالث وهكذا. اوكي، فبالتالي السي بي يو هون بنفذ اكثر من تاسك بنفس الوقت. اوكي، فبالتالي كل واحد بيتعامل مع الريسبونس تايم، يعني بياخذ جزء من السكند. Each user at least one program executed in the memory. لما البرنامج يكون في الميموري بيتنفذ بنسميه بروسيس. البروجرام لما بيتحمل على الرام وبيبدا تنفيذه بروسيس. اوكي، هلا السي بي يو بيسوي زي نوع من السكاجولينج لمين؟ في التايم لمجموعه من البروسيس المبعوثه. اوكي، وبيسوي سوابينج ما بينهم. هذا الفيرتشوال ميموري. شو الفيرتشوال ميموري؟ هلا احيانا حجم الملف كبير، فبالتالي بيحجز جزء من الميموري على انه فيرتشوال. بيكون حجم يعني لاحظ انت مثلا لو تيجي مثلا عندك على الهارد ديسك برنامج حجمه خلينا نقول 5 1 جيجا. طيب الميموري حجمها خلينا نقول 1 جيجا، وهذاك حاجه 5 جيجا، كيف بده يشغله؟ فهو بيحجز جزء من الميموري فيرتشوال، هو وليس قطعه هاردوير. يعني هلا الكاش هو نوع من انواع ملموس، رام ملموسه مظبوط، اما الفيرتشوال ميموري هي ميموري بس مش قطعه موجوده، ولكن هو بيحجز لها جزء من الميموري علينا فيرتشوال ميموري. بيكون ذلك بسبب انه بيكون حجم اللي بده ينفذه بيكون اكبر من حجم الميموري اللي بدي اشتغل فيه، فبالتالي بيعمل على خلينا نقول حجز جزء من الميموري على انها فيرتشوال ميموري. وضحت الصوره يا شباب؟ واضح يا شباب؟ هاي لاحظ لو اجينا مثلا هون على الميموري، هتلاحظ في الميموري لنفترض حجمها 512 فيها جوا مجموعه من الجوبز المطلوبه، ولاحظ في جزء منها محجوز، هذا بنسميه الكيرنل اللي هو الاوبريتنج سيستم. هلا انت مش الاوبريتنج سيستم شغال عندك على الجهاز؟ هاي شباب اي شيء برنامج شغال على الجهاز وين بيكون موجود؟ شباب سامعيني؟ الروبوت وين بيكون؟ سمعوني شوي. يكون حاجز مساحة في الرام. بيكون في ما يكون محمل جزء في الرام، صح ولا لا؟ فبالتالي ما دام الاوبريتنج سيستم شغال فبيكون هذا حاجز جزء للاوبريتنج سيستم، هذا بنسميه الكيرنل. ابو هدول بقيه الجوبس المطلوبه اللي رحت شغلت له مثلا ويندوز، عفوا شغلت له وورد، شغلت له ميوزك وريفر، هذول مجموعه من الجوبس الموجوده داخل اللي هي الميموري. فبالتالي لاحظ الميموري لاي اوت اوف مالتي بروجرام سيستم، يعني هو شغال الاوبريتنج سيستم تبعه جزء منه شغال فيه، مشغل برنامج الجوب الاول الجوب الثاني شغال على برنامج، عشان هيك بسميه مالتي بروجرامينج سيستم. وضحت هاي النقطه يا شباب؟ شباب واضحه؟ فهاي الامور لازم تكون واضحه للجميع. ملاحظ في غياب كثير، يعني عندي اللي حاضرين كلهم 18 طالب من أصل 29 طالب. شو بتستنوا؟ يعني اليوم هينا وصلنا سلايد 30 في الشابتر 1. واضح يا شباب؟ واضح. هلا كمان ملاحظة، اوكي، هلا الاوبريتنج سيستم اوبريشن، حكينا سابقا لما حكينا عن الانتربت حكينا في شيء اسمه اكسبشن وفي شيء اسمه تراب. شفت هلا اذا الانتربت اللي صار كسوفت وير ايرور اور ريكويست من اليوزر يسمى اكسبشن اور تراب، وممكن يكون الانتربت هاردوير. يعني عشان هيك احنا شو بنقول؟ بنقول انه الانتربت ممكن يكون سوفت وير وممكن يكون هارد وير.
هلا انت الانتربت شو اللي بيصير فعليا؟ بيكون السي بي يو شغال بشغله معينه، بروح بيعطي شيء امر يشتغل الشغله، شو بيصير؟ فبالتالي شو بيسوي؟ بيسوي بيقوم بعمليه. هلا فعليا بيكون عنده عنوان الانستراكشن اللي هو شغال عليها، اجى انستراكشن ثانيه شو بيصير؟ بيحتفظ بعنوان او الادرس تبع الانستراكشن اللي هو شغال عليها، وبروح بنفذ الانستراكشن اللي صار عليها انتربت، بس يخلصها بيرجع بيكمل. فممكن هذا الكلام يكون هاردوير او سوفت وير. سوفت وير ممكن مثلا لو جيت افترض انك قسمت على زيرو، او الريكوست في الاوبريشن سيستم سيرفيسز، يعني انت طلبت او اليوزر طلب عمليه معينه او عمل ما. كمان لاحظ في الدول اوبريشن الاو اوبريشن سيستم بروتكتد سيلف اذر سيستم كومبوننت، في شيء بنسميه المود، في اليوزر مود وفي الكيرنل مود. اليوزر مود اللي هي الاوامر اللي بتيجي من اليوزر كليتها، اما الكيرنل مود من البروسيس اللي هي للسي بي يو خاصه فيه. وعشان هيك لاحظ في رسمه هون طلعيها اليوزر بروسيس والكيرنل. هون مثلا اعطى اوردر معينه، سوى استدعاء للكول سيستم اللي حكينا عنه سابقا، بروح على الكيرنل مود بيوفر الموارد للاكسكيوت للسيستم كول، بغير حالته وبرجع بيعطي ريتين لليوزر بروسيس. واضح؟ هذا اللي هو بنسميه اليوزر مود والكيرنل مود، اللي بيحولها لشيء بنسميه المود بيت. القيمة اللي مثلا لاحظوا القيمة بيكون هون صفر، بيجي بعد ما ينفذها ويشتغلها بتغير حالتها، المود بيت بصير واحد، برجعها لليوزر. اوكي واضح يا شباب؟ في اي استفسار اي سؤال؟ لاحظون ترانزاكشن فروم يوزر تو كيرنل مود، تايمر اوف بريفنت لوب اللي هي عمليات اللي بتتم. اوكي اي استفسار؟ طيب بنوقف اليوم لهون، اللي هي سلايد اللي هي البروسيس مانجمنت، هنتكلم عنه بالتفصيل المرة القادمة. خلينا نرجع على دائما بدي منكم كمان ترجع على كتاب المادة، بس دقيقة ينتقل. الكل ضاف حاله على الحضور والغياب، الباسورد 2222، تنساش تضيف حالك على الحضور والغياب. صار عندي شوية بطء. اوكي هاي رجعت الصفحة. كتاب المادة زي ما حكيت، هاي التكست بوكس عندك، ايوه تقدر تدخل. انا بديش اكبس عليه لانه بسوي لود هلا عندي كثير. ادخل على التكست بوكس، كمان اقرا لسانه بشابتر 1، لانه شابتر 1 هو عباره عن زي ما حكيت مقدمه عامه لمجموعه من الشباب. هلا يعني بعد كل محاضره بخزنها وبرفعها وبضيفها هون، اللي بده يحضرها برجع بيقدر يحضرها. دائما حتلاقي فيديو قصير مدته دقيقتين لخمس دقائق، بنحكي فيه عن المحاضره السابقه وشو بدنا نحكي في هاي المحاضره، وبعديها بنسجل المحاضره. اسبوع جاي حبدا نبدا بالوظائف ضمن الشابتر اللي انا بشرح فيه. فضمن الموضوع اللي بيكون بربط ما بين محاضرة يوم الاثنين ومحاضرة يوم الأربعاء، بيكون هنالك وظيفة تسلم الأسبوع الذي يليه. واضح يا شباب؟ يعني نص دقيقة وبنتهي السيشن. في أي استفسار؟ زي ما حكيت محاضرتنا يوم الاثنين بتكون